السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل، وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. اليوتيوبر المغربية ساري كول كتنزل ستوريات على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، اللي فيه مكالمة مع الزوج ديال المؤثرة المغربية اللي كانت خرجات على الحساب ديالها كتبكي بحرقه وكتقول ان الزوج ديالها فضل الام ديالو عليها. الوغ السلام ميس عمري، الصراحه كيف ما كنت قلت لكم من قبل انني ما غاداش ندير لكم الروتين والى اخره، ونشارك معكم المشتريات الخراجات والى اخره في الانستغرام، لحقاش مع العواشر رمضان بغيت ناخذ شويه ديال ديما في متي كلني هذا تنحك. غادي اليوم فريمون غنحط لكم اشياء خطيره في ستوريات، لان ما قدتش نسكت حتى يدوز رمضان، القنبله غتفرقع دابا. ولكن ما قدرتش نسكت على الحق، كلمه ديال الحق ما نقدرش نسكت عليها. ستوريات اللي غنبارطاجيهم اليوم ماشي غنبارطاجي معكم يومياتي ولا غنبارطاجي معكم روتيني، حيت قلت لكم حتى الرابعه في شهر خمسة ولا الخمسه في شهر اربعه عاد غنبدا نبارطاجي الروتينات ديالي، ولكن ما يمكنش ما نبارطاجيش الحقيقه. اليوم غنحط لكم الحقيقه باش ديزولي جاتني واحد المكالمه الوغ، لانه خصني نخرج دابا عندي واحد الخدمه غنمشي نقضيها وغادا نرجع حتى العشيه على ما تخرج لونا من المدرسه. الوغ ما قدتش نسكت وما قدتش نهضر، حيت انا كنت عارفه ان هذيك العائله مظلومه، وعارفه ان هذيك شيطان متلبس في صوره انسان، وانا ما حبستش، قلت غنقلب على الحقيقه. بقيت كنقلب، انا التحريات ديالي ما يمكنش ما يخدموش، فقدرت نوصل للراجل ديال البومه ديال اللهم اني صائمه، ديال الكذابه اللي غادي نكذب قدام المغاربه، وعندي المكالمه مع راجلها. اشنو اللي عاود لي غادي يصدمكم يا المغاربه؟ داكشي اللي عاود لي غادي يصدمكم، غادي تسمعوا بودنيكم في ستوريات الشايين. بيان سور ما غاداش نحط المكالمه كامله، ما غاداش نحطها، ولكن غنحط فقط اللقطه اللي دويت فيها انا على الاولاد، لانه علاش هما دابا راهم في المشاكل ديال الطلاق، واصلا ما هضرش ما قال حتى شي كلمه ديال اللعب، فقط عاود لي على الظلم اللي هو مظلوم هذاك السيد. فلهذا انا غنحط لكم فقط هذاك اللقطه اللي كيهضر فيها على الاولاد، اللي هي كذبات عليكم، كذبات على المغاربه كاملين وصحمرات الشعب، ودابا غادي يدور عليك كل شيء، ودابا غنطالبوا بان الحكومه دير معاك شي حاجه، خص القضاء يدير معاك شي حاجه، لان ما تقدريش تخرجي تمانيكولي الناس وتشجعي على الفساد وتشجعي على الطلاق، بينما الكذابه هي انت، وداكشي كله اللي قلتيه في ستوريات كذوب كذوب في كذوب في كذوب، داكشي كله ماشي بالصح. وما انت وراجلك واقفين على الطلاق ماشي على قبل مو ماشي على اللي غتعرفوه اليوم المغاربه غيصدمكم. خليكم مع ستوريات. الوغ كنتمنى من الاخ ناصر ما يتقلقش مني، لحقاش هادشي اللي درته بلا غبارو، ما طلبتش منه الاذن، ما قلتلوش زعما واش ممكن ندير، ولكن خويا سمح لي. شوف انا غنحط فقط واحد المقطع، اصلا زعما كنتي كتقول حتى شي حاجه، فقط غنحط المقطع اللي هضرتي فيه على الوليدات، غير باش الناس يعرفوا ان ديك السيده كذابه، لانه الناس اليومين هذا مازال غالطين، كيحسبوك انت اللي ما مزيانش وهي اللي مزيانه. كنتمنى انه اللي شافت ستوريات ديزولي ولكن هادشي كله والله بغيت غير نبين البراءه ديالكم، يعني انا ماشي قاضي اوكي، ولكن بغيت الناس يعرفوا، لانه انت وعائلتك ما عارفينش شنو كيدور في السوشيال ميديا، يمكن كتفرجوا ولكن ما عارفينش البروفونديداد، يعني ما غتفهموش العقلية السوشيال ميديا كيف ما غنفهم لأن اللي 7 سنين وانا فيها داخله فيها، يعني مش غير كمتفرجه، انا كصانعه محتوى، يعني انتم ما غاديش تفهموا داكشي، ولكن انا غادي نبين للناس الحقيقه فقط غير باش يعرفوا ان هذيك السيده كذابه. كيف ما كتشوفوا ميس اموريس، هذا التليفون اللي كنصور به هو التليفون ديالي انا اللي كندير به الانستغرام، استغفر الانستغرام وداكشي، وهذا الواتساب ديالي، يعني الواتساب ديال هذا التليفون اللي كنصور به كاين هنا. ما غنسمعكمش الاوديات الاخرين لانه كنا كنهضروا، فغنسمعكم هذا الاوديو هذا بالضبط، ما تديوش على الفريق اختي، ما مصاوبينش ومضروبين، المهم العواشر اللي سمعوا. وتبقى عندك طوموبيل ونعطيك 8000 درهم في الشهر ومصرف ديال الدراري، ما ياكلوا ما يشربوا، ويبقاو الدراري في نفس المدرسه. وتبقى عندك طوموبيل ونعطيك 8000 درهم في الشهر ومصرف ديال الدراري، ما ياكلوا ما يشربوا، انا نمشي بحال. قالت لي لا، عرفتي شنو غدير؟ انت جلس مع الدراري، انا خذ ولادك وانت حدك عطيني الطوموبيل.
اللي ما بغيش ولادها الله يا لطيف. انا كنقلب فيك وانا بزباله بفلوس واش ما قادش تعيشوا. كنت مع راجلها على حساء على ضمرتينا الشتاء يا الغدر 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 يا ربي السلام. دارت هاد الشيء اسمعي دارت هاد البلان هذا ياك ومشات دارت واحد 4 أيام ولا 5 أيام ما عيطات على با با جا من أكادير عاودات ليه نفس الهضره في وجهه بابا انا كوني مع هذا الراجل انا غنلوح عليه دراري وانا غادي نمشي باغي نعيش حياتي ويلي ويلي وباك غير صاحب عرفتي كان بيض براسه في الحيط ومعربط وكشكش حالته حاله يا ربي السلام. وكان هذا دازت واحد 5 شهور ولا 6 شهور ما دارت والو جيت عندها تا ايمان تا بنت الناس قلت لها المره الاولى قلت لها المره الثانيه دابا غاديريها ولا انا غنجبد حوايج وغنمشي بحالي وخذ ديسيزيون كل شيء غانا الدراري غتعطيني الدراري وغتمشي بحال وسيري بحال دابا الا بغيت كل شيء نمشي مع ولادك نمشي بحالي انا باش نكمل معاك انا سي فوز سي فيني سي فوز. قالت لي هذا المسؤوله قالت لي عزيز غدير الجواب ديالي غتلقاه في انستغرام الحبيبات ديالك صبر معايا كل البرود. ايوا حسبي الله ونعم الوكيل في كاع دوك الناس اللي تنمروا على هاد السيد وعائلته اللي سبوا هاد السيد وعائلته اللي ما خليتو ما قلتو على هاد السيد وعائلته. ربي غياخد فيكم الحق لان علاش كان ديما كنقول لكم يا اخوتي المغاربه يا اخوتي المغاربه راه السوشيال ميديا ديال 2018 اللي خرجت فيها انا كنا كنخرجوا بنادم كيشوه راسو يعني كيخرج كيغسل الهضره ويدير الشوهه يعني كيشوه راسو ماشي هي ديال دابا السوشيال ميديا ديال دابا غنعطيك الخلاصه ديالها. بنادم ولا مستعد يدير اي حاجه على قبل الشهره. حنا شحال هذه فاش بنت انا خرجت غير كنقولها هو ثم ها هو والله ينعل والله يفعل والله يترك تشهرت. اما دابا باش تشهري خاصك ديري شي حاجه بحال هكا تهضري على المشاكل ولا تكذبي على عائلة راجلك ولا تكذبي على امك ولا تقولي باغا تبني ولا امي دارت ليا ولا اختي ما عرفتش سرقات ليا الراجل ولا راجلي خاني باش تشهري ياكو. وانتم كلكم تيقتوا وكذبتوا وكذبتوا نو ما كذبتوش لانهم اصلا ما خرجوش عطاو ما خرجوش هضروا عائلة راجلها ولا راجلها ما خرجوش هضروا في السوشيال ميديا ما خرجوش هضروا في السوشيال ميديا على هذا الشيء. اوكي ما خرجوش هضروا في السوشيال ميديا على هذا الشيء لانهم الناس البارح انا فسول السي ناصر قلت له واش اخويا ناصر ما خرجتيش في منبر اعلامي قال لي انا ما على باليش وانا ما عنديش مع السوشيال ميديا وماشي شغلي اللي كيفكروا فيا الناس. الراجل متثقف وقاري ومربي وواعي حشومه جنتي ديري له هاد الشوهه هادي هو وعائلته. وبلاتي بعدا باش نشرح لكم واحد الحاجه اللي ما فهمتوهاش في الاوديو كما سمعتوا دابا انا كنا كنهضروا ابل وكنت كنسجل بالتليفون الاخر بحسب اوديو حيت ما عرفتش كيفاش ندير نسجل حيت بغيت ميس امور يعرفوا الحقيقه. هو قال لها واش خديتي قرار خدي واحد ديسيسيون يا نمشي يا تهزي ولادك وتمشي يا نمشي انا ونخليك مع ولادك في الفيلا. قال لها جلسي في الفيلا بقاي مع ولادك انا نمشي في حالاتي. قالت له لا الجواب ديالي غادي تشوفوا في ستوريات الحبيبات ديالي وهما ستوريات اللي دارت خرجت كتقول لكم انا نطلق وجرى عليا الراجل ودا ليا ولادي. شفتوا دابا اللفعة القرطيطة ايوا الحمد لله انا ما كذبتش اللهم اني صائمة. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة.